بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة السابقة بالإثبات حكينا مقدمة على قانون الإثبات، نطاق سريانه، أهدافه، مبادئه. اليوم نبدأ بالأدلة، أدلة الإثبات. إذا نقول دليل إثبات المقصود شنو؟ الحقيقة المقصود هو الوسيلة المقبولة قانونا لإثبات أو للدلالة على الحق وإثبات صحة الواقعة القانونية. الوسيلة المقبولة قانونا. ليش نقول المقبولة قانونا؟ لأنه الوسائل الأدلة الإثبات محددة قانونا بشكل حصري من أدلة إثبات، بالتالي غير مقبول استخدام أي دليل آخر بالإضافة أو زيادة على هذه المحددة قانونا. واضح؟ فإذا الدليل الإثبات هو الوسيلة المحددة قانونا للدلالة على الحق، للتدليل على الحق أو للتدليل على صحة الواقعة القانونية. الأدلة الإثبات إضافة لتحديدها القانوني بها مجموعة من النقاط، مجموعة من المرتكزات المفروض يعني نذكرها حتى نفهم وين سعة الدليل. أولا اتفقنا أنه محددة قانونا. الأمر الآخر المساحة اللي ممكن يتحرك بها القاضي، تتحرك بها المحكمة داخل الدليل أيضا محددة قانونا. مساحة القناعة، مساحة تحصيل القناعة أيضا محددة قانونا. الأمر الآخر لكل دليل حجية، وهذه الحجية مثبتة قانونا، مثبت إيش قد مستوى حجية كل دليل وشنو فرق دليل عن آخر بمستوى الحجية. يعني إذا صارت مناظرة بين دليلين، القاضي من خلال القانون ممكن يستدل على أنه الدليل الفلاني أقوى من الدليل الآخر. يعني إذا صارت مقارنة بين دليل كتابي وشهادة فأكيد تميل المحكمة للدليل الكتابي باعتباره أقوى درجة. حسب التسلسل اللي موجود بالقانون. ليش؟ لأنه الدليل لا يمكن نقضه وإثبات عكسه إلا بدليل مساوي أو أقوى. بالتالي إذا اعتبرنا دليل الكتابي أقوى من دليل الشهادة ما تجي الشهادة تنقض الدليل الكتابي. ليش؟ لأنه غير مساوية، فالمفروض مساوية أو أقوى حتى تنقضه. ليش؟ لأنه بالحقيقة المحكمة أثناء المناقشة هي تناقش الأدلة القانونية. يعني الخصوم وأحياناً المحكمة تبادر في طرح هذه الأدلة، وهذه الأدلة راح تصير مناقشة أو مقارنة بالقوة. وين الدليل الأقوى يميل للحكم، تميل للمحكمة. واضح؟ طيب، أول هذه الأدلة الدليل الكتابي. أو قبل هذا الكلام خلينا نحكي على تقسيمات هذه الأدلة. الحقيقة الأدلة ممكن الفقه يقسمها إلى تقسيمات متعددة، كل تقسيم من التقسيمات ناظر إلى زاوية من زوايا الأدلة. مثلا أحيانا يقسمونها إلى أدلة مباشرة وأدلة غير مباشرة. مثل إيش؟ الدليل المباشر، الخبرة دليل مباشر، الكتابة دليل مباشر. أما أدلة غير مباشرة مثل شنو؟ الأدلة اللي تدلل أو اللي تثبت واقعة بديلة، مواقعة الموضوع اللي تناقش المحكمة. احنا اتفقنا أنه أحياناً أنت حتى تريد تثبت قضيتك، فأما تثبت الواقعة اللي محل النقاش أو هذه أنت غير قادر على إثباتها، تثبت وقائع مرتبطة بها، ارتباط عقلي يوصل المحكمة إلى قناعة أنه هذه الواقعة اللي تحت نظرهم هذه مثبتة من خلال الوقائع الأخرى المرتبطة بها بالدليل العقلي. مثل إيش؟ مثل حجية الأحكام. حجية الأحكام دليل. الحجية الحكم هنا حكم آخر، مو هذا الحكم اللي تنظر المحكمة، مو الدعوة، حكم بدعوة أخرى، لكنه يثبت إنه واقعة مرتبطة تأثر على حكم هذه الواقعة اللي تحت نظر المحكمة. أحياناً أدلة مهيئة، أدلة مهيئة وغير مهيئة. المهيئة شنو؟ اللي أنت لما سويت التصرف القانوني استعديت لاحتمالات النزاع ووضعت دليل. يعني لما يصير عقد قرض بين اثنين
يتفقون على كتابة ورقة. هذه الورقة شو تفيد؟ هذا دليل، دليل فيما إذا، فيما إذا صار نزاع في الموضوع يستخدمون هذا الدليل. فيبدو أنه الدليل معد سابقا قبل النزاع، وأحيانا أدلة غير مهيئة في وقت النزاع. في وقت النزاع مثلا تنتبه أنه عندك شهود بالموضوع، فهذول الشهود تستخدمهم، ما فكرت بهم قبل النزاع، في لحظة النزاع فكرت بهم، تستخدمهم بالدليل. واضح؟ الإقرار مثلا، الخصم يقر لك، هذا أنت ما مهيئة قبل الدعوة، قبل النزاع ما مهيئة، تهيئ لك بالدعوة. واضح؟ أدلة ممكن تكون ملزمة لا تقبل إثبات العكس. أحيانا الأدلة تكون ملزمة لا تقبل إثبات العكس، مثل اليمين. اليمين لا يجوز قانونا، لا يجوز للقاضي ولا حتى للخصم أنه يكذب هذا اليمين اللي أدى الخصم الآخر. يعني أحيانا المحكمة تلجأ ليمين الخصم كدليل، وتقريبا آخر الأدلة لما تلجأ إلى المحكمة، لما يعجز المدعي على إثبات دعوى يلجأ ليمين الخصم اللي هو لجوء إلى ضمير بالحقيقة الخصم. هذا اليمين إذا أدى الخصم لا يمكن للقاضي ولا للخصم الآخر أنه يكذبه. تكذيب اليمين إلا في واقع أخرى وحكم آخر أنه هذا يمين كاذب، وإلا ما لك حق أو ما له حق لا المحكمة ولا الخصوم. هذا دليل ملزم غير قابل لإثبات العكس. أحيانا ملزم لكنه قابل لإثبات العكس، ملزم بس قابل لإثبات العكس، مثل الدليل الكتابي. الدليل الكتابي أنت لما تبرز دليل للدلالة على دعواك، الآخر ممكن يبرز دليل معكس. يعني أنا أبرز دليل على الدين، على المديونية، الآخر يبرز دليل على الوفاء، هذا معاكس بالحجة، معاكس بالحجة. معنى حجة الأول ملزمة نعم، لكنه قابلة لإثبات العكس. وأحيانا الدليل غير ملزم، غير ملزم، مثل من؟ مثل الشهادة. الشهادة غير ملزمة للقاضي، القاضي حر أو عند سلطة تقديرية بالقانون تسمح له بتقييم الشهادة التقييم اللي يريده على ضوء أسباب قانونية طبعا. تقييم يعني يقيم هذه الشهادة على أنه شهادة ناهضة أنه تكون دليل، شهادة قاصرة، شهادة ضعيفة قياسا للدليل الآخر، وهكذا. الأدلة ممكن تكون كافية بذاتها مثل الكتابة. الدليل الكتابي ما يحتاج دليل يعززه، ما يحتاج إجراء آخر. أو أحيانا أدلة مكملة، مو دليل كامل بس مكمل لدليل آخر، مثل من؟ مثل اليمين المتممة. هذا إن شاء الله بالتفاصيل راح نأخذها لما نفصل الأدلة واحد واحد. دليل احتياطي، دليل احتياطي مثل من؟ مثل الاستجواب. المحكمة قد تحتاج تستجوب الخصم، يعني تبدي تناقشه على قضية، هذه المناقشة قد تحصل من خلال المحكمة على إقرار، فوصولها للإقرار وصول ينهي الدعوة، فهي كانت عندها محاولة بالاستجواب لهذه القضية. واضح؟ فهذا دليل احتياطي، يعني لما نعجز، لما ترى المحكمة أنه بالاستجواب ممكن تظهر حق. طبعا ممكن ما يوصل للإقرار، ممكن مناقشة الخصم ما توصلنا لهذا المستوى، بس إذا وصلتنا فهذا نجاح بالاستجواب، بالنتيجة نحسم الدعوة من خلال الإقرار. نفس الاعتراف، بس الإقرار قضية مدنية، الاعتراف قضية جزائية. واضح؟ يعني لما تقول اعتراف ينصرف ذهنك إلى الجزاء، أما بالمدني نسميه إقرار. أدلة بها قوة مطلقة مثل إيش؟ مثل الكتابة، السند الرسمي بقوة مطلقة، بالعكس أصلاً قوة متعدية، حجية متعدية، بمعنى تتعدى الأطراف، فصير حجة على الأطراف وعلى الكافة وعلى الغير. بينما أحياناً دليل بقوة محدودة مثل إيش؟ مثل الخبرة، مثل الشهادة، قوتها إلى حد ما محدودة، بينما بمعنى ممكن نقضى مباشرة. أما الدليل الكتابي إذا كان ثابت، إذا كان سليم، فقوته مطلقة. طرق الإثبات تقسم إلى 8 طرق،
والحقيقة لما نرجع للمعنى يعني الدقيق للموضوع راح نلقي خمسة أدلة إثبات، أدلة يحتاجها المدعي حتى يثبت، بينما ثلاثة الباقيات أدلة معفية من الإثبات. لاحظ لما أنت مدعي تحتاج تأيد دعواك، تثبت دعواك بدليل. هذا الدليل إذا كنت عاجز عنه أنت تلجأ لقضية أخرى ما إلك بها فعل، ما إلك بها نصيب من المشاركة، مثل ما مثل إقرار الخصم. إقرار الخصم دليل ولمصلحتك، لكنه أعفاك من العمل، أعفاك من قضية الإثبات، مو أنت اللي أثبتت، الآخر أثبت لك. واضح؟ القرينة القانونية، القرينة القانونية، القانون اللي قدام حط لك قرينة، العفو قرينة، هذه القرينة شبيهة مرات تثبت أنه أنت مخطئ، ومرات تثبت العكس. مثلا تذكرون بالمسؤولية المدنية لما نقول قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس، وأحيانا قرينة قانونية قاطعة. المسؤولية عن الأشياء، فإذا هذه الأشياء اللي تحت مسؤولية الشخص سببت أضرار للغير، فالشخص اللي مسؤول عنها هذا مخطئ بالقانون. هذه القرينة تعفيك أنت صاحب الضرر، تعفيك من الإثبات، لا تعفيك أنت من الإثبات، أما الآخر تعتبره مخطئ. المفروض حتى يدحض هذه القرينة شو يسوي؟ يثبت استخدام أو يعني تهيئة الوسائل الاحتياطية، كونه أدى عمله بما يجب. واضح؟ طيب، فهذه الأدلة الثمانية راح نبدأ بالدليل الأول، دليل الكتابي. الحقيقة كونك تبدي بالدليل الكتابي، الكتاب هيك بادي والقانون هيك بادي، ليش؟ لأنه الدليل الكتابي يعتبر أقوى الأدلة، أقوى الأدلة. لاحظ علي تأكيدات قرآنية، الآية 282 سورة البقرة تأكد على أو طالب الناس، طالب المؤمنين بإثبات الديون المؤجلة بالكتابة وبالإشهاد على هذه الكتابة، وتعتبر هذه الكتابة أقصد وأقوم وتبعد الناس عن المشاكل، وهي فعلا هيك. لما تعتمد دليل يعتمد على ذاكرة الإنسان، على ضمير الإنسان، فأنت معتمد على شيء قد ما تحصله، قد ما تصل إليه، بينما إذا تعتمد على دليل مكتوب فهذا يتجاوز قضية النسيان وقضية الضمير وقضية الاعتراف وعدم الاعتراف. ليش؟ لأنه دليل مكتوب، دليل مقاوم للزمن، يعني الورقة تبقى 10، 20، 30 سنة هي موجودة، لكنه ذاكرة الإنسان تنتهي مع الوقت. لاحظ؟ أيضا تمنع عن المشاكل، اللي كاتب دليل على نفسه وموقع بعد ما يقدر يتحض هذا الدليل، ما يقدر يلغيه، ما يقدر يتصور أو يقنع الناس، يقنع المحكمة أنه أنا هذا الدليل مو إلي، مو أو هذا الكلام ما حصل، لأنه مكتوب. واضح؟ الكتابة الاستخدام القانوني إلها استخدامين بالحقيقة، مرة الكتابة للانعقاد، تذكرون قضية الشركات مثلا، تأسيس الشركة يحتاج يعني تسجيل المسجل التجاري بسجل التجاري، تحتاج عقد مكتوب، فإذن هنا القضية الكتابة للانعقاد. نعم، التعاقدات اللي جارية على العقارات، العقد إذا ما سجل بالتسجيل العقاري شنو حكمه بالقانون؟ باطل. هذا البطلان منين جاي؟ لأنه أغفلنا ركن اللي هو ركن الشكلية. الشكلية بالحقيقة شنو؟ مو أكثر من كتابة بسجلات الدولة. فهنا الكتابة ركن للانعقاد، وأحيانا الكتابة للإثبات. يعني لو أنا وأنت صار بيناتنا عقد قرض وكتبنا ورقة، هذه ورقتنا للانعقاد لو للإثبات؟ للإثبات. موضوع الكتابة اللي متعلقة بالانعقاد أو المطلوبة للانعقاد هذا مو موضوعنا، هذا موضوع مدني. احنا نحكي على الكتابة لما تكون دليل، لما تكون للإثبات. واضحة الفكرة؟ طيب، فالدليل الكتابي يقسم
بالمعنى العام بالفكرة العامة إلى سندات رسمية، سندات عادية أو عرفية. السند الرسمي خلينا نتناولها واحدة واحدة. السند الرسمي شنو تعريفه؟ الحقيقة السند الرسمي أولا هو محرر، هو محررات يثبت بيها موظف أو مكلف بخدمة عامة. الشيء يثبت بيها طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود اختصاصه ما تم على يديه أو ما أدلى به ذوي الشأن في حضور. لحظة خلينا نفصل هذا التعريف وشوف شلون دقيق وشلون بيه عمق. أولا هي محرر. المحرر شنو معناه؟ معناه كتابة، لا مو ورقة، أكثر من قضية ورقة. المحررات مو أكثر من قضية كتابة ثابتة على دعامة أيا كانت الدعامة. هسه الكتابة على ورقة، كتابة على باب، على مراية، على أي شيء، على أي شيء ممكن متوقع. الشرط الوحيد بالموضوع أنه الكتابة تكون جدية ثابتة. يعني الكتابة بالقلم الرصاص على الورقة غير ثابتة، لكن كتابة بالقلم الماجيك على كارتون على 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 وصارت قضية محاكم بعض الدول، كتابة على مرمر، على قطعة مرمر، شالوا قطعة المرمر ودوها للمحكمة. ما لنا علاقة على شنو مكتوبة، المهم هذه كتابة وكتابة ثابتة. يعني الكتابة على اللي يشوفوها هسه مثلا بالاحتفالات على بالونة وطائرة بالسماء، هذه الكتابة ممكن تكون كتابة قانونية؟ لا، لأنه قابلة للمسح، قابلة للإلغاء. بينما الكتابة على ورقة، الكتابة الثابتة على أي دعامة أخرى معتد بها قانونا، فهذه محرر. طيب هذه بمناسبة محرر مو بمناسبة الرسمية. نعم، هذا المحرر المفروض يكون منين صادر؟ من موظف أو مكلف بخدمة عامة. الموظف منه؟ كل شخص يقدم خدمة عامة على ملاك الدائم للدولة. أما المكلف بالخدمة العامة فهو نفس الشخص يقدم، يعني نفس الخدمة اللي يقدمها لكنه مو على الملاك العام. واضح؟ وعندنا هسه أمثلة كل شوية، يعني عضو مجلس النواب مكلف بخدمة عامة، وزير أيضا مكلف بخدمة عامة مو موظف، بينما الموظفين اللي موجودين بدوائرنا فدولة موظفين. لا ما حكينا على أجر، حكينا أنه يقدم خدمة هسه بأجر بمكافأة براتب، هذا موضوع ثاني. نعم، فإذا المفروض حتى نعترف برسمية السند، حتى نعتبره سند رسمي، المفروض يكون صادر من موظف أو مكلف بخدمة عامة. وهذا الصدور أيضا إلى قيود، يجب أن يصدر طبقا للأوضاع القانونية. كل ورقة تصدر من الدولة، من مؤسسات رسمية، من موظفين رسميين، من دوائر، تصدر بالحقيقة خلاصة لإجراءات لمعاملة. قد تكون هذه الورقة اللي صادرة البسيطة وراها فايل يعني أوراق كل شوية، جهات هواية مأيدة هذا الموضوع. يعني حضرتك لما تنقل عقارك بالتأجيل العقاري، فأنت تسوي بيان، تسوي معاملة وتستخدم أوراق وتأخذ توقيعات دوائر وموافقات، يلا يصدر صورة القيد أو السند الأخير. لما بالجنسية، لما تصدر دائرة الأحوال المدنية جنسية فهي تصدر بناء على أوراق حق الزواج وبيان ولادة وموافقات حتى تصدر هذه. فبالتالي هذا الصدور يجب أن يكون معتد بقانون، أكو تسلسل قانوني حتى تصدر هذه الورقة الأخيرة. مو الموظف لأنه موظف ممكن يصدر أي ورقة، لا، المفروض طبقا للأوضاع القانونية، وإلا القانون هذه الورقة لها جزاء هسه نحكي به. الأمر الآخر المفروض يكون في حدود اختصاصه، الدوائر الاختصاصات، الموظفين المختصاصات. يعني جنسية هذه هوية الأحوال المدنية ما تصدر من الطابو، وصورة القيد العقار ما تصدر من الجوازات، من دائرة الجوازات. كل دائرة، كل موظف مختص في 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 قضية موظيفيا ومكانيا، وهسه نشوف بالتفاصيل. نعم، هذا الكلام سند محرر مو صادر من موظف وطبقا لأوضاع خاصة قانونية وفي حدود اختصاص.
بس شو يثبت ان هذا الحقيقه؟ يثبت ثلاث اشياء: ما تم على يدين الموظف، وما ادلى به ذوي الشان في حضوره. لاحظ قلنا اولا ذوي الشان، ليش ما قلنا الخصوم؟ لانه اولا الخصوم احتمال مو قائمه، ثانيا ذوي الشان قد يكون ادلاء بنفس السند، ادلاء لناس ما لهم علاقه بالخصومه، قد يكونوا شهود، حضورهم كمعرفين كشهود، بالتالي كل ما يصدر عن هؤلاء يضع بالسند الرسمي. احنا ناخذ الجزء اللي يفيدنا، الشخص بالمحكمه ياخذ الجزء اللي يفيده، هذا موضوع ثاني. وهذا الادلاء وهذا التمام للافعال يجب ان يكون في حضور الموظف مو بغياب الموظف، والا شلون ثبته؟ واضح؟ فاذا ثلاثة اشياء عندنا: ما تم على يده بفعله هو، احيانا الموظف هو يقوم بالعمل، فلما يثبت بالسند يثبت اشياء هو قام بها شخصيا، واحيانا لا مو هو قام بالفعل، ذوي الشأن الاطراف هم قاموا بالفعل بس بحضوره، يعني فعل مو ادلاء. والامر الثالث: كلام معلومات يدلون بها ذوي الشأن ايضا تثبت. لاحظت التعريف ايش قد عميق؟ نعم. من خلال هذا التعريف يبدو لنا انه السند يحتاج بعض الشروط حتى يصير سند رسمي. الشرط الاول ان يكون صادر من موظف، ان يكون صادر من موظف او مكلف بخدمه عامه. حكينا هذا الموضوع، قلنا الموظف شنو صفته والمكلف بالخدمه العامه شنو صفته، والمفروض يكون فعلا موظف في لحظه اصدار السند. والموظف يتعرض لحالات، قد ينعزل، قد يتقاعد، قد ينقل من دائرته، قد تكف ايده عن العمل، تنسحب ايده عن هذا العمل. فالمفروض يصدر السند قبل هذه الحالات، المفروض في حالته موظف على رأس عمله. واضح؟ طيب، لو موظف مثلا يعني قعد في مكان وظيفته وبدأ يشتغل هذه الأعمال الرسمية وهو أساسا معين على شهادة مزورة مثلا، هذا السند اللي صادر من عنده سند رسمي؟ رسمي. بالحقيقة رسمي. ليش؟ لأنه احنا ما لنا علاقة بأوضاعه هو، قد فيما بعد يعاقب، تنسحب ايده، ينفصل، ينسجن على قضية التزوير كذا، هذا موضوع آخر. احنا في حدود عمله كان على رأس عمله ومعترف بعمله رسميا. واضح؟ طيب، الأمر الآخر أن يكون هذا الإصدار صادر ضمن حدود سلطة واختصاص. الاختصاص ممكن يكون موضوعي، ممكن يكون مكاني. الموضوع حكينا أنه كل دائرة مختصة، كل موظف مختص بإصدار نوع معين من السندات. واضح؟ المكاني شنو؟ يعني الدائرة اللي بالديوانية لها حدود تعمل داخل الديوانية، يعني التسجيل العقاري بالديوانية ما يصدر سندات لعقارات بالحلة، مو اختصاص المكاني، فيجب أن يكون صادر من ضمن اختصاصه المكاني. وأيضا مثل ما قلنا طبقا للأوضاع القانونية، قلنا القانون مرتب أوضاع المفروض الموظف يحترم هذه الأوضاع، العفو يعمل بيها، يلا يصدر السند. واضعني؟ طيب، إذا صدر السند مخالف لهذه الشروط شنو جزاءه؟ سند عادي. الحقيقة السندات نوعين، نوع يصدر السندات الرسمية، نوع يصدر وما بي توقيع أي واحد عدا الموظف، يعني جنسيتك هويتك المدنية بيها توقيعك؟ لا، توقيع موظفها بس. السند اللي صادر من التسجيل العقاري بيه توقيع لك؟ لا. فهذه السندات هذه تسقط رسميتها، ما يعود رسمي إذا مخالف لهذه الأوضاع، يعني صادر خلافا للاختصاص الموضوعي، الاختصاص المكاني، خلافا للأوضاع القانونية. لكنه السند النوع الآخر اللي يحمل توقيعات الأطراف، توقيعات ذوي الشأن، هذا إذا اختلت شروط صدوره واختلت شروط اعتباره رسمي، هذا يهمل؟ لا، بالحقيقة ينزل مستوى من سند رسمي إلى سند عادي. ليش؟ احتراما لوجود التوقيعات، اعتبارا لوجود التوقيعات، استفادة من هذه التوقيعات الموجودة، لأنه دول ليش وقعوا؟
لأنه اعترفوا بأشياء موجودة مثبتة بالسند. فنعم السند مو رسمي لكنه يحمل حق، يحمل إلى حد ما حقوق للناس. واضعني؟ طيب نجي لحجية السند الرسمي، وهذا أهم شيء بالموضوع. ونناقش الحجية من ناحية المصدر والمضمون والأشخاص. من ناحية المصدر شنو؟ يعني من ناحية صدوره، منين صادر، من أي جهة. فهذا السند حجة بما يحمل من توقيعات موظفين أو أصحاب الشأن، حجة صادر من هذا الموظف اللي موقع ومن صاحب الشأن اللي موقع. وبالتالي لا يجوز الطعن بمصدره إلا عن طريق التزوير، إلا عن طريق التزوير هو حجة. والمحكمة إلها إلى حد ما سلطة تقديرية في تقييم هذه الحجية. يعني سلامة المظهر مثلا قرينة على أنه هذا السند سليم، هذا السند غير مزور، هذا السند صادر بطريقة سليمة، بالتالي هو حجة. إلا إذا طعن واحد من الخصوم بالتزوير. الأمر الآخر حجية السند من حيث المضمون. الحقيقة بس خلي بالك يمي أكو ثلاث نقاط بالموضوع. من ناحية المضمون مثل ما قلنا، مرة يحمل مضمون أفعال أداها الموظف بنفسه، أفعال أداها الموظف بنفسه، مثل هذه الكشوفات، الأشياء اللي يعني مثلا طبيب توليد لما يصدر شهادة ولادة فهذه الولادة تمت على يده، هو سوى هذه العملية. واضح؟ فهذا حجة يحمل يعني الحجية التامة للسند الرسمي، لا يجوز الطعن به إلا من خلال التزوير، متى ما كان الموظف طبعا منطبق شروط السند موجودة، يعني ضمن اختصاصه المكاني والوظيفي وطبقا للأوضاع القانونية. أحيانا لا، عمل لكن يؤدي أطراف العمل، أصحاب الشأن بس بحضور الموظف. يعني وديعة، أنا مودي عند شخص وديعة، من أريد أستلمها قد يشك هذا بالاستلام، يشكك بالاستلام فيقول لي أسلمها لك أمام كاتب عدل، فنروح الكاتب عدل أمامه نستلم الوديعة أو نسلم الوديعة. لما يثبت كاتب عدل أنه تم التسليم أمامي فهذا مو فعله، فعل الآخرين لكن تم بحضوره. لما يقول حضور الشهود، ما ممكن ننكر حضور الشهود لأنه حضور الشهود تم أمام. لما يقول تسليم المبلغ من المشتري إلى البائع أمام كاتب العدل ويثبت هذا الكلام، هذا الكلام إيش بيه؟ رسمي، لا يجوز يعني آخذ الحجية الرسمية التامة، لا يجوز الطعن به إلا بالتزوير. أما الأمر الثالث اللي إدلاء ذوي الشأن بأشياء ما تأكد معتها الموظف، يعني يجي المشتري يقول والله أنا استلمت المبيع، يجي البائع يقول أنا استلمت المبلغ، يجي المشتري يقول المبيع سليم ما بي عيب. هذا الكلام إلهم حق الخصوم اللي أدلوا بهذه الإقرارات نقضه، يعني يقول أنا استلمت المبلغ بس الحقيقة ما استلمت، أمام كاتب العدل قلت استلمت لكنه على أساس يسلمني وما سلمني، متفقين يسلمني وما سلمني، المبيع أنا ما تأكدت من عنده، يبدو أنه بعيب وأنا ما شفته. معناه شني؟ معناه هذا الكلام اللي أدلى به الخصوم ما يكتسب الحجية، هذا مو حجة، هذا ممكن نقضه حتى بدون التزوير. يعني هذه الورقة صادرة من كاتب عدل، أنا ما أطعن بتزويره بس بمحتوياته فيما يتعلق بالإقرارات بالمعلومات اللي أدلوا بها الخصوم ممكن أطعن بها. واضح؟ يعني واحد أمام كاتب عدل ويقول عنواني بالمكان الفلاني، هذه معلومة ما تأكد معتها كاتب عدل، هذا ممكن أطعن بها ويطلع عنوانه في محل آخر. واضح عيني؟ طيب لاحظت الفرق؟ هذا بالنسبة للمضمون. بالنسبة للأشخاص، إلى مدى يعني ما مدى حجية السند الرسمي؟ الحقيقة حجة بالنسبة لأطرافه ومتعدي حتى بالنسبة للكافة.
إذن حجة على كافة الناس، واضح؟ وهذه الحجية ممكن تتأثر إذا كان هناك طعن بالتزوير. الكلام على السند الرسمي، فشنو حكم صورة السند؟ مرة احنا عندنا سند وهذا حجيته، لكن إذا ما عندنا سند عندنا صورة للسند. الصورة الرسمية معناها شنو؟ معناها ورقة صادرة من موظف تحتوي معلومات ذاك السند، يعني بيانات ذاك السند. ولهذا إذا تلاحظون هذه الصورة عادة ما يكتبون، ما بيها توقيعات، يكتبون عليها موقع. يعني مثلا عقد زواج ما موجود الأصلي، إذا احتاجينا صورة رسمية من عقد الزواج فنروح سجلات المحكمة ننقل محتويات عقد الزواج، كل الكلام اللي بالسجل نقله بورقة. القاضي والأطراف موقعين بالسجل، بس بهذه الورقة قد يكون القاضي منقول ما موجود، الأطراف اللي ميت واللي بعيد واللي ما له علاقة، فتصدر هذه الصورة مكتوب عليها موقع من الشاهد، موقع من الطرف، موقع من القاضي، واضح؟ هذه شنو حجيتها؟ الحقيقة هذه حجة بنفس مستوى السند، هذه صورة للسند لكنه رسمية وحجة بمستوى السند. هذا الكلام إذا كان إلى أصل، يعني الأصل موجود محفوظ وجبنا هذه الصورة طبقناها على الأصل، هذه الحجية تسقط إذا انطعن بتزويرها، انطعن بعدم دقتها على الأقل، مو تزويرها، يعني فعلا صادرة من موظف، لكنه الموظف لما نقل بالسجل أغفل سطر، أغفل معلومة، نقل مبلغ بزيادة أرقام مو أو نقص أرقام. إذا طعن بعدم دقتها المفروض المحكمة شو تسوي؟ تتوقف عن اعتبارها حجة وتبدأ تطبقها مع الأصل، إذا مطابقة فهي حجة، وبقدر مطابقتها للأصل فحجيتها تكون معتبرة، كل ما تكون مخالفة تسقط حجيتها بهالاتجاه. هذا الكلام إذا الأصل موجود. إذا الأصل غير موجود هذه تهمة؟ لا، متى ما كان مظهرها يوحي بالثقة، يوحي بالصحة، يوحي بالدقة فهي حجة. أما إذا انطعن بهذه الدقة أو فعلا هي مظهرها ما يوحي بالسلامة فالمفروض أما تراجع على المصدر أو تنهمل، ما يعود لها حجية. السنة الأصل، صورة للأصل، صورة على الصورة أيضا إلى حد ما معتبرة، لكن تسلسل الآخر للصور غير معتبر، ما إلى حجية، قد تستخدم المحكمة للاستئناس لكنه ما يعود إلى حجية. واضح هذا الكلام بخصوص السند الرسمي؟ هذا الـ يعني المعلومات الأساسية عن السند، إلها جزاءات وإلها كلام آخر نكمله في موضوع آخر في وقت آخر. الآن السند العادي، السند العادي شنو فرق عن السند الرسمي؟ الحقيقة الفرق بس قضية الموظف، يعني سند مثبت لأوضاع قانونية، لكنه هذا الإثبات تم بيد الأطراف مو ذوي الشأن، مو بيد موظف، يعني الموظف ما تدخل بإنشاء هذا السند، بتحريره ما تدخل، ولهذا نسميه سند عادي مو سند رسمي. متى ما تدخل الموظف فهو سند رسمي، متى ما كان الموظف ما إلى دخل بإنشاء السند وبتحريره فهو سند عادي. الشرط الأساسي لإنشاء السند، هناك تعرفنا على السند الرسمي، تعرفنا على مجموعة من الشروط، الآن الشروط هنا أنا ما موجودة، أكو شرط أساسي واحد اللي هو التوقيع. هسه التوقيع شنو تعريفه؟ الحقيقة مجموعة من الخطوط والرموز اللي تدل على أنه الكتابة معلومات صادرة من صاحب التوقيع، معلومات السند صادرة من صاحب التوقيع. هذا السند إلى قيمة مرتبطة بالتوقيع، متى ما كان التوقيع سليم، متى ما كان معترف به فالسند حجة، هذا السند العادي حجة. متى ما طعن بالتوقيع
التوقيع يطعن به، السند يطعن به بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يطعن بالتوقيع أنه صادر منكر أو موافق عليه، صادر من صاحب الشأن أو مو صادر، يعني يجي الخصم يقول هذا التوقيع إلي أو مو إلي، إنكار. أحيانا التوقيع نعم صادر إلي بس المحتوى بتلاعب، يعني كاتبين 1,000,006 أصفار مو المفروض الكلام على 1,000,000، كاتبين بي يعني مزودين صفر صار 10 ملايين. نعم المق لا مو على بياض، على سند صار يعني تحريب بي، يعني احنا كاتب هو كاتب 1,000,000 كاتب 1,006 أصفار ضايفين له صفر صار 10 ملايين. مو ضايفين له كلام بفراغ من الفراغات، ضايفين له تحشية يعني لفلان وانتهت الجملة قد ضايف يعني اسم آخر، بالتالي صار الاثنين. واضح؟ فالسند ممكن يخضع للتزوير بالتوقيع أو بالمحتوى. واضح؟ عمليات أخرى للتزوير يعني تعرفون قسم منعتها، لصق ورقة على ورقة، إكمال كلام، إكمال حك وشطب وهكذا، كل هذه العمليات. فإذا الشرط الأول والشرط الأساسي بالسند العادي التوقيع. طيب التوقيع مرة يكون باليد، مرة يكون هو 3 أنواع للتوقيعات، توقيعين مرتبطة بالجسد، يعني مرة باليد أنا موقع بالقلم ومرة ببصمة الإبهام، الاثنين ذني مرتبطات بالجسد، هذا فعل جسدي. لكنه النوع الثالث من التوقيعات الختم، الختم قضية منفصلة عن الجسد، يعني آلة ممكن تنقل بعيدا عن صاحبها. على هذا الأساس إمكانية تزويرها، إمكانية التلاعب بها كانت عالية جدا، بالتالي القانون ما اعترف تماما بالختم الشخصي. وأنا ما أقصد هذه الآلة اللي تكرر الاسم اللي يعني تساعد الموظف بكتابة اسمه، لا أقصد الآلة اللي بها توقيعة، اللي بها توقيعة. هذه ما اعترف بها القانون إلا بحالة واحدة، بحالة مقطوع اليدين، شخص عنده موانع جسدية إنه ما تخلي لا يوقع بالقلم ولا يوقع بالبصمة، ماكو بصمة، فيسوون له ختم عند كاتب عديل ويبدي يختم، هذا يصير ختم رسمي، توقيع رسمي، ويبدي يستخدم هذا الختم عند كاتب عدل. واضح؟ هذا استثناء. فالقضية العامة الختم الشخصي ما له قيمة بالتواقع. التوقيع بالقلم يبدو لك انه التوقيع بالإبهام اقوى من توقيع بالقلم، على اعتبار انه انكار عائدية هذه البصمة لصاحبها صعب جدا، أدلة جنائية وناس مختصة وقضية ممكن اثباتها علميا، وتشابه بصمتين بالدنيا ما موجودة لا الآن ولا بالسابق ولا أجيال قادمة، ولا تأثر عليها لا قضية وراثة ولا قضية ارتباط عائلي، اثنين بصمتين ما يشابهان، ولهذا البصمة قضية جدا محترف بها وثابتة. هذه البصمة بهذه القوة، لكنه مع ذلك القانون يقول البصمة أضعف من التوقيع هذا العادي. لاحظ هذه مفارقة، منين جاية؟ ليش هذا التوقيع اللي سهل تغييره، سهل تغييره، سهل إنكاره، بينما البصمة اللي ثابت عائديتها لصاحبها أضعف، ولهذا اشترط. ودليل على هذا الضعف، قرينة على هذا الضعف، أنه قبل التوقيع مفردا، لكنه البصمة ما يقبلها مفردا إلا عليها شاهدين أو بحضور موظف، لسببين قد يكون يعني مهمات بهذا الموضوع. السبب الأول أنه إنشاء القانون المدني في فترة الخمسينات فترة كان مستوى الناس اللي تقرأ وتكتب قليل، بالتالي اعترف القانون بأنه الناس في معظمها ناس أميين، فذولا قد يتعرضون بسهولة إلى التغرير، إلى الاستغلال، إلى الإيهام. لما تقول له هذا السند حامل إليك شيء تستفيد من عنده، تعال وقع عليه، يوقع ببصمة إبهامه، لكنه السند قد يلزمه بشيء عكس الاحتمال. ولهذا لما اشترط شاهدين، الشاهدين شنو عملوا منها؟ مو إثبات إنه هذه البصمة عائدة إليه، لا، هذا الإثبات سهل جدا بوسائل أخرى. الشاهدين
يثبتون انه هذا الشخص لما وقع كان فاهم شنو موضوع السند، وضحنا له موضوع السند، يلا وقع. واضح؟ فاذا السند البصمه غير معترف بها الا بوجود التوقيع لموظف او لشاهدين، بينما التوقيع الاخر كافي لاثبات العائديه. احيانا هذا الكلام قد يصدر، التوقيع قد يصدر على سند مملي يعني موضوع بياناته، واحيانا لا، ثقة بالآخر قد نصدر سند على بياض، يعني نوقع على ورقة ونعطيه نقول انت امليها، تخلي بها كلها فارغة او بها فراغات لمستوى المبلغ كذا، لانه مرات حسابات الناس غير يعني غير منتهية، يعني انا وانت شركاء وما انتهينا من الحساب، فاقول لك صفي الحساب انت وتفضل حط الرقم اللي مطلوب من عندي. واضح؟ هذا السند يملى اكيد فيما بعد، بس يملى باحتمالين، بما يوافق اتفاقي انا وياك او بما يخالف. مره انا وياك متفقين على رقم، انت تجي تخلي هذا الرقم، بالتالي هذا السند صادر من عندك ومعترف به. اما اذا يعني الاخر ملى بيانات مخالفه للاتفاق، يعني متفقين على مليون ملى 5 ملايين، هذا السند بإشكال. لاحظ اولا هذا الملي ممكن يكون بطريقتين، مره خيانه امانه، بمعنى انت متفق وياك على رقم، مو انا منطيك السند بارادتي ومتفق وياك على رقم او على معلومه انت مليت غيرها، بالتالي انت خنت الامانه اللي انا اعطيتك اياها. ومره لا، السند نعم بتوقيعي بس انا ما معطيك اياه، انت اخذته بسرقه باحتيال من محلي من كتبي من جنطتي، مو وانا ما معطيك اياه، بالتالي مليك لهذا السند تزوير. لاحظ الفرق، هذه جرائم، لكنه بالنتيجه اذا قدرنا نثبت الخيانه او نثبت التزوير كان بها. اذا ما قدر يثبت صاحب السند، اذا ما قدر يثبت هذا الكلام، فالسند عائد اليه ويحكم بالسند عليه. ليش؟ لأنه الشرط الأساسي للسند شنو؟ توقيع، وتوقيعك موجود، البيانات أنت ماليها غيرك ماليها، أثبت لنا. واضح؟ طيب نحكي على حجية كموضوع أخير، حجية السند العادي. نفس الكلام، هذا السند من ناحية مصدره ومن ناحية مضمونه ومن ناحية الأشخاص، شنو حجيته؟ من ناحية مصدره، الحقيقة السند العادي متى ما كان يحمل توقيع فهو صادر من الموقع، يعتبر صادر من الموقع وحجة على الموقع ما لم ينكر أو يطعن، ما لم ينكر أو يطعن. لاحظ إذا قدم عليك سند بالمحكمة، سند عادي، فأنت الاحتمالات شنو؟ الاحتمالات توافق على أنه السند فعلا هذا سندي صادر مني، أو تنكر أنه هذا السند صادر من عندي، أما تنكر توقيعك أو تنكر المحتوى. والأمر الثالث تسكت، تواجهك المحكمة بسؤال وأنت ما عندك جواب، إنكارك يعتد به بالمحكمة، إنكارك للسند يعتد به المحكمة، وبالتالي المحكمة تسوي إجراءات لإثبات السند عائديته إليك أو مو إليك، لكنه موافقتك فهو إقرار منك بصحة السند، وبالتالي يعتبر هذا السند دليل ضدك، حجة عليك. وسكوتك بنفس الحكم، سكوتك معناه موافقة، يفسر بالمحكمة موافقة مو إنكار. واضح؟ طيب هذا الكلام على مصدره، أما مضمونه فلاحظ مضمونه أيضا حجة عليك أنت الموقع، مضمونه حجة عليك ما لم تطعن بالتزوير المضمون. هذا في خصوصك، في خصوص الغير شنو؟ الحقيقة السند الرسمي مثل ما تذكرون هو حجة على الكافة، لكنه السند العادي متى يكون حجة للغير أو على الغير؟ متى ما كان ثابت التاريخ.
ثابت التاريخ شنو يعني؟ مو معنى يعني هذا السند واضعين به تاريخ. ليش؟ لأنه هذا التاريخ اللي وضع الأطراف السند أطراف العملية قد يكون مشكوك به، قد يكون بناء على اتفاقات، بناء على تحايل، بناء على نية إضرار بالغير. فالقانون ما يعترف بالتاريخ اللي موجود بالسند باتجاه الغير، مو باتجاهك، باتجاه الغير ما يعترف بالقانون بالتاريخ. شو وقت يعترف به؟ شو وقت يكون حجة على الغير؟ متى ما كان هذا التاريخ أو السند ثابت التاريخ. متى يكون ثابت التاريخ؟ لما يكون يعني مار على موظف أخذ توقيعه وختمه وموافقته، واضح؟ فمتى ما كان مصدق من كاتب عدل، موقع علي من قاضي، موقع علي من موظف، أو فيما يعتبر بحكم الصدور. شلون؟ أحياناً أصحاب الشأن أما يحصل له حادث وبعد ما يقدر يوقع، فتوقيعه اللي على السند مؤكد صادر قبل هذا اليوم، أو أنه يتوفى تماماً ما موجود بالحياة، بالتالي هذا التوقيع أخذ منه قبل هذا الغياب، واضح؟ طيب. وأيضاً للغير الإمكانية بالطعن بهذا السند بأي طريقة من الطرق. بقية الموضوع الرسائل وأحكام والدفاتر الموقعة والأحكام الأخرى نتركها المحاضرة القادمة.